السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد بالقناة. معكم ليلى، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو يبقاكم وانتم بأتم الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله نقدم معكم كيك مغربي. غادي نخرجوا شويه عن الكيك المألوف اللي تنستعملوا فيه الكاكاو او الشوكولا. اليوم غادي نحضروا معكم بلاغوم ديال بيستاش وكذلك كراميل براليني. فكنتمنى لكم انتم اول مره كتشاهدوا الفيديو او كتزوروا القناه، نقول لكم مرحبا والف مرحبا. انضموا للقناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركه الله، نبداو بالمكونات والطريقه، فتابعوا معي الفيديو للاخير وفرجه ممتعه. اذا بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا هنايا 6 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، مخرجينهم من قبل من الثلاجه ومخليينهم على الاقل واحد ساعه يبقاو بحراره المطبخ. نحتاج كذلك 250 غرام ديال السكر الخشن اي سنيده، 220 مللتر او 220 غرام من الحليب، يعني يكون عادي حليب دافي او لا بحراره المطبخ. كذلك نحتاج هنايا 300 غرام او 30 سنتيلتر او 300 مللتر من زيت نباتي، شويه ديال الفاني، غنحتاج 3 ديال الخمارات من وزن 800 ديال الغرام، 450 غرام ديال الدقيق ابيض خاص بالحلويات اللي تنكونوا مغربلينه من قبل، وعندي رشه من الملح. وبالنسبه للتنسيم غادي نستعمل الروح ديال البيستاش، وكذلك عندي شويه ديال الروح ديال الكراميل اللي غادي نخلطو مع معلقه كبيره ديال البراليني ديال اللوز. هذا هما المكونات، وندوزو لطريقه التحضير. اذا في اناء غادي نوضع البيض، كيف قلت لكم يكون بحراره المطبخ باش هكذا كنضمنوا ان الكيك ديالنا يجينا ناجح، ما يكونش شي مشكل في الكيك. صافي، غنزيد هنايا هاد الرشيشه ديال الملح، وغنبدا كنطرب، وانا كنضيف السكر بشويه بشويه حتى كيطرب الخليط مزيان مزيان وكيتضاعف الحجم ديالو، ومن بعد كنزيد حتى الزيت حتى هو، وانتم غادي تشوفوا المراحل ديال التحضير. صافي، من بعد ما انتهيت من التراب كيف ضفت المكونات كاملين، دابا غادي نضيف الدقيق والخميره ونعاود نخلط حتى كينسجمو مزيان، وغادي نقسم الخليط على ثلاثه باش هكذا غادي نزيد لي زاروم كاملين. وحده غادي نخلي غير بالفاني، والخير غادي نقسم بالبراليني والكراميل وكذلك بالبيستاش.
صافي كيف كتشوفوا من بعد ما خلطت المكونات كامل، هذا درته بالكراميل والبراليني، هذا بالبيستاش، وهذا اللي خليته هكذا بالفاني. عندا كنوزع بالتساوي. انا استعملت هذا المول، هذا ممكن تستعملوا اي مول عندكم، ماشي بالضروره يكون هذا بالضبط. صافي كنوضع واحد الكميه غير بسيطه، وغادي نعاود نوضع ثاني مثلا ديال البيستاش مور هذا الفاني، ونعاود نوضع الكراميل، وهكذا كنكمل حتى كنكمل الخليط ديالي كامل. وفي هذه الاثناء انا وضعت الفران تيسخن على درجه حراره متوسطه، باش ملي نكمل الخليط ديالي في المول ندخلها للفران. كتاخذ ما بين 45 حتى 50 دقيقه كيف قلت لكم، على درجه حراره متوسطه، يكون شاعل الفران من قبل واحد شويه، ويكون شاعل غير من التحت حتى كتطلع الكيك ديالنا. عاد كنعاودو نشعلو عليها من الفوق باش كتكتسب واحد اللون اللي هو ذهبي، ونخرجها ونكملو ليها الطريقه ديال التزيين من بعد ان شاء الله. اذا كيف كتشوفوا، فهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرت معكم اليوم. كيجي على هذا الشكل، كيجي اكثر من رائع، كيجي مفشفش. وبالنسبه للتزيين فبامكانكم انكم تزينوا باش ما حبيتوا، ممكن تستعملوا دانيت شوكولا من الفوق او دانيت كراميل. انا كنت باغي نزينه، لكن حبيت انه هكذا يبقى بهذا الشكل ديالو يكون افضل، وكذلك نقصوا حتى شويه ديال الحلاوه. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال استحسانكم، فلا يعجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج ما بين الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. والا كنتم مازال ما اشتركتوش، مرحبا بكم والف مرحبا، انضموا للقناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، والى وصفه قادمه وفيديو كامل.